بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة في جزئية مهمة جدا، وهي البريك إيفن أناليسيز. الأوبجكتيفز بتاعت المحاضرة، هنتكلم على البريك إيفن بوينت لو كان عندي one parameter أو one alternative، وهنتكلم عن البريك إيفن بوينت لو كان between two alternatives. فلو بدأنا الشغل بتاعنا عند بعض الاكسبريشنز الخاصة بالبريك ايفن اناليسيز، فكلمة بريك ايفن بوينت is the volume of output at which neither profit is made nor loss is incurred، بمعنى ان هي حجم الانتاج اللي بيحقق التعادل، بمعنى لا يوجد مكسب ولا يوجد خسارة. البريك ايفن بوينت او هنختصرها PEP is in unit، حسب حجم الوحدات بنجيب حجم التعادل اللي عنده البريك ايفن. وفي بعض الاحيان بيطلب مني هذا الحجم، ولكن نقديا بقول والله اضرب الكمية بتاعت البريك ايفن في سعر البيع، او هنوجد لها قانون حاليا دلوقتي. لما بنقول البريك ايفن عبارة عن الفيكسد كوست، التكلفة الثابتة، على الكونتريبيوشن اللي هو البي ناقص البي، يبقى البريك ايفن بوينت عبارة عن الـ Fixed Cost Divided to Contribution per Unit، والـ Contribution per Unit عبارة عن Ceiling Price ناقص الـ Variable Cost اللي عندي. It represents the level of production or sales at which cost and revenue are equilibrium. الـ Break Even في التحليل بتاعي بجيب التوتال ريفينيو اسويه بالتوتال كوست، حيث ان التوتال ريفينيو هنرمز له بالرمز R، والتوتال كوست عبارة عن جزئين زي ما شفنا قبل كده، جزء فيكسد وجزء متغير، يبقى الفيكسد زائد الفاريبل كوست في Q اللي هو حجم الانتاج العادي. يبقى ال R represents the total revenue بيساوي B في Q في حالة اللينير، والV represent the total variable cost، الV function في الQ اللي عندي. البريك ايفن اناليسيس هي عبارة عن is concerned with the interrelationship of cost والvolume بتاع الquantity of output or sales. The volume for which total revenue and total cost are equal. ده معنى البريك ايفن، بنقولها بكذا expression. The dividing line between profit and loss sales higher than the break even point، معناه ان في profit، while sales that is lower than the break even، ده معناه ان في losses او في خسارة. Where you get out of the red. يبقى الكومبوننت بتاعت البريك ايفن analysis، هناخد بالنا من مجموعة من السيمبولز زي الـ quantity Q، the level of outputs of a machine أو department or organization، or revenue R، the income generated by the sales of product. Revenue total بيساوي عبارة عن الكمية اللي عندي في سعر البيع. والـ total cost هنقسمه محاسبيا إلى جزئين، اللي هو الجزء بتاع الفيكسد كوست والجزء بتاع الفاريبل كوست، يبقى هيضرب في حجم الانتاج اللي عندي. ده بالنسبه للكلام. بالنسبه لي البريك ايفن اناليسيس اذا امبورتنت تول الاناليسيس بتاعي ان ذا تيرم اوف شورت تيرم بلاننج، لان دايما على اللونج ران معظم كل الثوابت بتتغير على اللونج ران. إذن هذا البريك إيفن بيكون مهم جدا في
حالة اتخاذ قرار في short run العمل. How many units must be sold to break even؟ دي دايما الأسئلة اللي بنسأل عليها في حالة break even analysis. How many units must be sold to achieve a target profit؟ عاوز أوصل إلى حد ربح معين، إيه هي عدد الوحدات التي يمكن إنتاجها للوصول إلى ربح معين. Should special order be accepted؟ في عندي طلب معين بحجم معين، هل أنا أقبله ولا لا أقبله؟ How will profit be affected if we introduce a new product or service؟ بمعنى لو تم إضافة حجم معين من الإنتاج، الربح بتاعي هيكون فين بالظبط؟ علشان قبل ما نبدأ في المسائل بتاعت البريك إيفن، في بعض الترمونولوجي، كلمة بريك إيفن بوينت معناها كوانتيتي اللي عندها نايزر بروفيت نور لوسز، والكونتريبيوشن بير يونت معناها سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، ده بيسموه الكونتريبيوشن بالنسبة للمؤسسة. أيضا في المارجنال اوف سيفتي اللي هو الحد بتاع الأمان اللي عندي. لو البريك إيفن عنده نقطة معينة، المارجنال اوف سيفتي هو القدر من الإنتاج اللي أقدر أنا أنتجه أعلى من البريك إيفن اللي عندي. Measure in which the budgeted volume of sales is compared with the volume of sales required to break even. Marginal cost. Marginal cost of producing. Cost of producing one extra unit of output. يعني لو أنا حبيت أقول إن المارجنال كوست هي عبارة عن تغير الكوست بالنسبة لتغير أحد عوامل الإنتاج اللي عندي. Value parameter that makes two elements equal. The parameter or variable can be an amount of revenue or cost or supply or demand for one project or between two alternatives. One project break-even point is identified as QPE, Q sub PE, determined using linear or nonlinear mathematical relation for revenue and cost. العلاقة ما بين الاثنين. يبقى الالترناتيفز اللي عندي، البارامتر اللي انا محتاجها لما اجي اعمل بريك ايفن، محتاج البي اللي هي سعر البيع، والالترناتيفز اللي عندي، والفيكسد كوست، والانترست اور النمبر اوف يير. فاحنا في البدايه هندرس البريك ايفن وذاوت انترست، بمعنى دايما هيبقى شغل الاي عندي بيساوي زيرو، يعني نو انترست. يعني انا نيجليكت الانترست حاليا، لحد ما ادرس التايم فاليو اوف ماني اقدر اعرف الكلام ده. يبقى solution is by one of three methods: direct solution relation or spreadsheet. هنتعلم ازاي نحله باستخدام الاكسل، باستخدام فكرة ما يسمى بالجول سيك، لكن هنأجلها ديت بعد ما ناخد التايم فاليو اوف ماني. وشكرا على حسن استماعكم.